نتكلم عن ويست تو انرجي بطريقه الانسنريشن. فاول حاجه دي الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها ايه هي الانسنريشن والتكنولوجي بتاعتها والبروسيس والميكانيزم، وهنتكلم عن التاثير البيئي والمميزات والعيوب والابلكيشن بتاعتها في مصر وبره مصر. فاحنا اول حاجه عايزين نعرف المشكله العالميه اللي بتواجه العالم، وهي ازدياد النفايات، حجم النفايات سنويا. ليه؟ عشان ازدياد الكثافه السكانيه. فاحنا النفايات دي كل شويه بتزيد، فاحنا هنعمل فيها ايه؟ فاحنا عندنا كذا طريقه بنتخلص منها من النفايات. اول طريقه زي الريسايكلينج دي بنعمل ريسايكل للويست، بس هي طريقه مش فعاله. ليه؟ عشان احنا مثلا عندنا في مصر هي بتبقى بتمثل 6% من النفايات اللي احنا بنجمعها، وبعدين الطريقه دي برضو مش سهله وغاليه. وعندنا طريقه تانية اللي احنا نعمل مدافن صحيه، بس الطريقه دي يعتبر الاكثر شيوعا في العالم، فبقى اصبح فيها صعوبه في اللي احنا نلاقي المساحات اللي احنا نعمل فيها مدافن صحيه، زائد ان المدافن الصحيه بقى ليها مشاكل، ليها اضرار على البيئه. فاحنا عشان كده اتجهنا لطريقه الانسنريشن. ده بايه هي الانسنريشن؟ الانسنريشن هي الاحتراق الكلي. ده دي بنعملها ازاي؟ احنا بنجمع النفايات ونحطها في الرياكتور. الرياكتور ده بوجود في وجود الهواء عادي والاكسجين، تبقى درجه حرارته من 850 ل 1200 سيليسيوس. فبيطلع لنا تو برودكت. الاول برودكت الاش ده اللي هو الرماد. ده بالرماد ده بيبقى ليه انواع بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الويست. ايه الويستس اللي انا حرقتها؟ بتعتمد على ايه الويستس اللي انا حرقتها، تمام؟ وكفاءه الحرق كانت عامله ازاي في الرياكتور. فايه عندنا استخدامات الرماد ده؟ بيخش في كذا صناعه، زي صناعه ايه؟ مواد البناء زي الخرسانه زي الطوب، بيخش في صناعة الأسمنت والسيراميك والإزاز، وممكن نستصلح بيه الأراضي الزراعية، وممكن نستعمله كأسمنت. ده حد عنده فكرة ليه ممكن نستعمل الرماد ده كأسمنت؟ عشان الويستز بيبقى فيها أورجانيك، بيبقى فيها أورجانيك ويستز. فدي ممكن الرماد زي ما أنا قلت على حسب إيه الويستز اللي أنا حرقتها في الرياكتور. فالرماد ساعات بيبقى غني بالفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، فعشان كده ممكن ندخله في صناعه السماد واستصلاح الاراضي الزراعيه. بس ده المصدر بتاعك بس عشان الحته بتاعت العيش. لا انا بحثت عنها، كان زي ما بقول لحضرتك على حسب في ساعات الويست. القش اصلا القش ده ايه؟ رماد. القش ده بيبقى خلاص حاجه يعني رماد حاجه. لا ما القش نفسه بقى كونتنت بتقول ان هو مستخدم في السماد. في صناعه السماد عشان بيبقى غني بالفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم. وعشان عمليه الانسنريشن نفسها ساعات بنستخدمها مش نعمل احتراق كلي. احنا ممكن دايما في يعني ساعات بنستخدمها اللي احنا نقلل حجم الويست. ثانيه واحده، تمام. معاك في الانسنريشن هو اصلا الانسنريشن معمول عشان نقلل حجم. ايوه هم بس ايه بقى الفكره؟ ما فيها القش اللي طالع من الانسنريشن، تمام؟ هو ده هيعمل فيه ايه؟ ما هو بيخش في صناعات زي ما انا قلت الخرسانه والطوب. الصناعات دي موجوده. انت عايز ايه الريفرنسز للكلام ده؟ مش هو ده اللي بيحصل على مستوى العالم. القش بيروح على اللاند فيل. ايوه عشان احنا بنقلل الفوليوم بتاعه ونحط اللاند فيل بس. تمام. ثانيه واحده، القش بعد ما يطلع الانسنريشن ده كانت حاجه الانسنريشن مينلي ليه؟ ويست تو انرجي. تمام. ايه اللي حصل في الانسنريشن؟ حصل احتراق كل في الرياكتور. ايه اللي حصل للفوليوم بتاع الويست؟ قل قد ايه؟ قل بيقل بنسبه كبيره. يعني كام مثلا؟ 90%. بيقل بنسبه 90%، يبقى اللي موجود 10%. ال 10% اللي بيتبقوا دول اللي هم ما بيبقاش الحاجات دي بتروح على اللاند فيل. تمام، بس انا برضو قلت على حسب الويسز اللي احنا بنحرقها. لا القاش اللي طالع من الانسبريشن بيروح على اللاند فيل. موضوع بقى القاش نفسه استخدمه في اسمنت انا ما شفتش. في يعني لازم اختبارات كتير ان هو
ممكن في بعض الاوقات بعض الحاجات بس مش النقاش انها بيتم خلطها حاجات بتاعت مخلفات المباني مش انسنريشن مخلفات مباني انها يتم استخدامها مثلا في وصف الطرق. ايوه عشان الطرق تبقى ثابته. لكن يعني النقاش نفسه لا النقاش نفسه هو انا بحثت عشان كان في بعض الدول اصلا بتعمل انسنريشن مثلا زي اليابان. هي مثلا اليابان عندها المدافن الصحيه ما عندهاش اصلا مكان اللي هي تعملها عشان مساحتها صغيره. فهي مثلا زي مثلا ايه اورجانيك ويست فمثلا بتيجي تعمل لها احتراق تبقى مثلا غنيه بالمواد اللي انا قلتها زي الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور فبتدخلها في صناعه السماد. يعني برضه محتاج تتكلم يعني تشوف لي مراجع الكلام ده لكن احنا انسنريشن اصلا لا ما هو اصلا معمول اللي هو عشان يتحط في اللاندفيل عشان نقلل ماشي بقى وبيطلع لنا تاني برودكت اللي هو الغازات. الغازات دي زي ايه؟ زي النيتروجين اوكسيد والسلفر دوكسيد. وطبعا الغازات دي مضره بالبيئه طبعا دي تصنف كانها انبعاثات. فاحنا طبعا بنعمل حسابنا واحنا بنعمل المصنع اللي احنا نبقى في الفلاتر ووحدات تنقيه. طب احنا كده اتكلمنا عن ايه الانسنريشن اتكلمنا عن ايه هي الانسنريشن. ممكن حد طبعا من اللي قاعدين يختلط عليه البايروليسيس. في حد عارف الفرق بين الانسنريشن والبايروليسيس؟ هما الاثنين عمليات احتراق بس البايروليسيس طبعا هي عمليه احتراق في الرياكتور بس النفايات بتاعتها بتبقى نفايات عضويه والمخلفات الزراعيه بتختص بيها. واصلا الفرق الرئيسي بين البايروليسيس وال ما لسه اكمل عشان حضرتك هتقول معلومه يعني ما لسه لا لسه اكمل الفرق اصلا في المعنى بتاعه ده الانحلال الحراري. انا بتكلم على من ناحيه النفايات اللي هنا بتتحرق تمام كمل بس انا عايز اتكلم ماشي بس بصراحه في ميجر ديفرنس بين البايروليسيس والانسنريشن. الميجر ديفرنس بين التو رياكشنز ده ايه؟ ماشي هنا في الرياكتور في الانسنريشن عادي وجود الهواء والاكسجين لكن البايروليسيس 100% ما فيش اكسجين وهواء ودي ما بتحصلش يعني مش 100%. ايوه انا كنت جايب اكمل يعني. والنفايات هنا في الانسنريشن بتبقى معظمها نفايات مختلطه يعني حاجات يعني مش حاجه بذاتها يعني مش اورجانيك زي مثلا البايروليسيس. ماشي وهنا درجه الحراره في البايروليسيس بتبقى من 400 ل 600 سلسياس برضه. يبقى احنا كده قلنا الفرق بين الانسنريشن والبايروليسيس. الحاجه الثالثه بقى اللي انا قطعتك فيها من غير ما نكملها وفرق رئيسي بين دي ودي اللي هي البرودكتس. البرودكت في البايروليسيس اقولها ماشي السنجاز والبايو اويل والتشار دي طبعا كلها حاجات بيتم استخدامها في حاجات مختلفه لكن هنا البرودكتس بتاعتك هي يعتبر القاش وزي ما احنا اختلفنا فيها اللي هو ممكن تخش في الصناعه وممكن بس هي الصناعه المؤكده فعلا اللي هي يعني انا زرت انسبريشن بلانت في النمسا تمام والقاش كله بيروح على بنتك. انا بحس عنها اللي هي زي ما بقول لحضرتك ايوه انسبريشن بلانت في النمسا اللي هو اصلا هم يعني عملوا الانسبريشن هذا جروب هي اعلى تكنولوجيا عشان لسه هنيجي لمصر خلاص تمام فيها كلام كتير اصلا ماشي. احنا كده وضحنا الفرق بين الانسنريشن والبايروليس. فنيجي مثلا لدور المهندس الكيميائي. في ناس كتير مثلا ما تعرفش احنا دورنا ايه في الانسنريشن. مثلا المصنع ده بيبقى فيه رياكتور مين اللي بيعمل له الديزاين والحساب بتاعته؟ احنا طبعا بيبقى فيه انبعاثات احنا طبعا اللي بنراقب الانبعاثات ونحاول نقللها عشان ما تبقاش ضاره بالبيئه. وطبعا بنحاول نعلي كفاءه الحرق وكفاءه اللي احنا نطلع انرجي من الويست. بتفرق من مصنع لمصنع وطبعا السيفتي بتاع المصنع. وبكده احنا هنخش على التكنولوجي بتاعت الانسنريشن مع الباشمهندس محمد حسين. يا جماعه انا عايز بس اوضح حاجه ان انا مبسوط جدا بالدسكشن معاكم مبسوط برد فعلكم يعني الناس المفروض انا دلوقتي قريت حاجات وعندي مطالب عن حاجات ما استاش بشوفها فانا يعني لا انا مبسوط كده يعني انا مبسوط كده محمد ممتاز ليه؟ لان هو الراجل وهو بيكلمني بيقول لي كذا واليابان حصل هو ده يعني الدسكشن دي عشان كده انت قريت وذاكرت حاجات وانا فالدسكشن بتاعتنا لما توصل للنقطه دي هي دي احسن حاجه فانا مبسوط مفيش حد يظن ان انا لما باجي بكلمك في حاجه ان انا هدف ان انا اتربص بيه بالعكس والله انا مبسوط جدا من الدسكشن من انه تعبت وبذلت مجهود يعني مثلا الدرجه الكاتبه محمد دلوقتي كاتب 10 من 10 تاني توقف انا بس بقول لكم عشان الناس اللي جايه وهي وانا يعني النقاش مقتدم بينا ما تبقاش يعني
قلت بس محمد عشان ايه بقيت الناس ما يمشوش. السلام عليكم، محمد حسين معاكم. تمام. السلام عليكم، اتكلم عن TRL. طبعا احنا عرفنا ان TRL في عديد من في دول كتير جدا بتسعى ان هي تطور التيار اللي اصلا حاجه قديمه جدا بيستخدموها اصلا من زمان، ان هم يقدروا يحرقوا الويست انرجي عن طريق انسينريشن يحولوها لطاقه. تمام. في الاتحاد الاوروبي في 2020 اتفقوا ان هم هيوصلوا ل 20% يقدروا يقللوا الانبعاثات بنسبه 20% بحلول 2030. ده كان الاتحاد الاوروبي. لما لو جينا بعد كده التيار اللي في اوروبا كانت حددت على مستوى ليفل 6. التيار اللي في اوروبا تحدد على مستوى الليفل 6. اوروبا ما هو اوروبا هي اعلى من كده المفروض. سبب بحث ده كانت من زمان. هي الدراسه دي انا لما بحث يعني دي كانت 2021 ولا شات جي بي تي؟ لا لا 2021 فعلا. شات جي بي تي جاي في الطريق. هو اصلا يعني اوروبا من زمان التي ار ال في الانسيميليشن عندهم 9 من فتره طويله قوي. 9 في امريكا؟ لا التي ار ال 9 في اوروبا من زمان جدا. ده انا عايز اقول لكم في اوروبا علشان كان هم بيتوسعوا في الانسيميليشن والشعوب هي ضد فكره انك تحرق الزباله وواخده عنها انطباع سيء، ان هم استعانوا الناس الفنانين التشكيليين والفنانين بتوع المعماريين وعملوا اشكال جماليه بتاعه الديزاين فعلا في اليابان الانستليشنز بحيث انها الاشكال بتاعتها ملونه وشكلها جزء محمود عصام هيتكلم في اليابان وكده. بس هم 9 من زمان قوي. 9 من زمان قوي. تمام. انا ممكن اقول لكم فيديوهات وقت لما هو في فيديوهات في دكتور احمد كان بيطلع الموبايل بتاعه واحنا بننسى كده يصور جمال المشهد والراجل بيرمي الزباله وبيصور الراجل وهو في الاوبريشن روم شغال بالبتاع بالمكابش العملاقه وهم 5 في الاوبريشن. فيعني هم 9 من زمان قوي. من زمان. تمام. من ايام مبارك من سنه 2010 وهم كانوا 9. مش لا اصل هو بيقول لك 6. 6 ايه بعد كل ده؟ ماشي. تمام. هنيجي بعد كده في مصر. مصر دي لسه محطوطه فعلا دلوقتي. التكنولوجيا في مصر هي بتتراوح من 7 ل 8 و6 دي كانت غلط فعلا لان احنا مصر من 7 مصر فعلا لسه بحثها لها دلوقتي. مصر فعلا من 7 ل 8. فين بقى؟ اهو التكنولوجيا بتاعت مصر يعني من 7 ل 8. تقرا لي التكنولوجيا بتاعت مصر من 7 ل 8. ده فين؟ يعني احنا دلوقتي في مصر اكتر من في حدود 5 مصانع بيقدروا يحولوا ويست تو انرجي عن طريق انسينريشن. في اسكندريه وفي وادي النيل. هو اللي هيتكلم بالتفصيل بالنسبه للمصانع هو باشمهندس محمود عصام كمصانع كفي مصر وبره مصر. هو اللي يطلع كبريزنت النقطه دي. كل حاجه كده كلها بتروح عندك. فكل الناس اتزنقت عندك يا عم. يبقى احنا كده عرفنا ان التيار اللي موجوده في اوروبا زي ما الدكتور قال اكتر من 9 من زمان طبعا، وفي امريكا هي 9، وفي مصر من 7 ل 8 بوجود كذا مصنع بيقدر يحول الويست انرجي عن طريق السيرينيشن عن طريق الحرق. طبعا احنا عارفين ايه؟ في اليابان انا قلت لحضرتك احنا في اوروبا. اوروبا عامه هي اليابان حدودا او كدول كمصانع او كخلفيه هيتكلم عنها محمود عصام. فعلا هو اللي واخد النقطه دي. هو محمود عصام فعلا هو واخد النقطه دي. واخدها بالارقام. هو واخدها فعلا بالارقام يعني واخد كل دوله بالارقام وبالجو. على كده احنا مش متفقين. عشان نسأل اخد
عارفين ان في جهود بتتبذل في كريسيرش وكتكنولوجي عشان يحاولوا التطوير ويقللوا الانبعاثات عالميا عشان يقدروا يعملوا كده. لسه في مجال للتطوير بالنسبه للتيوري دي، وهيتكلم بعدها في البروسيس والماشينز في باشمهندس محمود. محمود سعيد، السلام عليكم. انا اسمي محمود سعيد. هنتكلم ان شاء الله عن البروسيس ستيبس والميكانيزم بتاع الويست انرجي انسينريشن. قبل ما نخش في البروسيس على طول، حابب اراجع بسرعه على حاجه كان بيتكلم عنها باشمهندس اسامه، وهي ان الويست انرجي باي انسينريشن از سستينبل ويست مانجمنت سوليوشن. والمقصود بكده ان احنا بنحاول بيها يعني نمينمايز النيجاتيف امباكت بتاع على البيئه، وفي نفس الوقت احنا ممكن نستفيد طبعا منها. وهي طبعا مش الحل الوحيد مش حل بيرفكت. الويست انرجي باي انسينريشن مش الحل الوحيد اللي احنا بنتعامل بيه مع النفايات، لان هي تبع منظومه متكامله بنتعامل بيها مع النفايات، واهمها بالترتيب طبعا ان احنا نحاول نعمل فوليوم ريدكشن للويست اللي عندنا. يعني ممكن مثلا ليس باكجنج، نستعمل ليس باكجنج، ممكن نستعمل مثلا ريفيلبل كونتينرز زي مثلا ازايز ميه بدل ازايز بلاستيك. هي مضطره تبقى ريسايكل البلاستيك، بس بدل ما نرمي كل شويه ممكن نستعمل كده. في شركات تانية مثلا بتعمل الكونتينرز بتاع الاكل بيبقى ايربل مثلا، ممكن يتاكل بعد ما تخلص. فدي اول حاجه ممكن الاولويه المفروض تكون ليها. تاني حاجه في الاولويه الريوز، مثلا بدل ما تكون حاجه مثلا مكسوره، مثلا بدل ما تترمي وتبقى ويست، ممكن مثلا نصلحها ونستعملها تاني. نخش بعد كده الاولويه الثالثه بتبقى ريسايكل او الكومبوزيت. او وبعد كده الاولويه الرابعه عندنا اللي احنا بنتكلم عنها الانرجي ريكفري او انرجي جنريشن، ودي طبعا مش انسينريشن بس، ولكن منها الانسينريشن هنتكلم عنها ان شاء الله. واخر حاجه هي الديسبوزل في اللاند فيل، دي تبقى اخر حاجه. هنبدا بقى في الستيبس اللي عندنا في الويست انرجي باي انسينريشن. نبتدي من الويست بريبريشن لحد الديسبوزل، وهنخش كل واحده بالتفصيل شويه. في الويست بريبريشن بتبتدي طبعا بالويست كولكشن. ممكن نجمع الويست مثلا من منطقه ريزيدنشال او كوميرشال او اندستريال، وطبعا الويست بيكون مختلف من كل منطقه عن الثانيه. ممكن مثلا الويست من منطقه ريزيدنشال يكون معظمها مثلا بقايا طعام، ممكن مثلا الويست اللي من اندستريال اريا مثلا يكون فيه هازرس ويست اكتر، ممكن ما يكونش اسهل حاجه مثلا للعمليه دي عندنا، لان الويست نفسه لما يكون هازرس الايميشن تطلع منه برده بتبقى هازرس اكتر. تاني حاجه بعد ما نجمع الويست من الايد والمصنع بنخش على الويست بري تريتمنت، ودي ممكن نشيل من الويست اي مواد نون كومباستبل مثلا، او ممكن نسيبريت الريسايكل ماتيريالز، لان الاول نعملها ريسايكل بدل ما نعملها اصلا ويست بريبريشن زي ما اتكلمنا قبل كده. الكلام ده طبعا بيتم عن طريق ميكانيكال او مانوال سورتنج. الميكانيكال سورتنج ممكن يكون بماشينز مثلا، وبتعتمد الفصل بتاعها على الفيزيكال بروبرتيز مثلا، ممكن على الحجم مثلا او كده. المانوال سورتنج طبعا بيكون الاحسن فيه ان هو موفر شويه مثلا، يعني كوست افكتيف، ولكن عيبه ان هو ممكن يكون تايم كونسيومنج، ممكن يكون مناسب اكتر مثلا لفاسيلتي صغيره مثلا. الجزء اللي بعد كده طبعا بعد ما جمعنا الويست نقلناها وعملنا بري تريتمنت، بنخش على الانسينريتور. بيتم فيها طبعا حرق كامل بوجود وفره من الاكسجين. هنشوف المواد اللي عندنا اللي عملت الاحتراق. لو بنتكلم طبعا على اورجانيك مثلا ويست، فال سي اكس اتش واي او زد دي بتمثل الاورجانيك كومباوند اللي عندنا، اورجانيك ويست. بيكون داخل طبعا اكسجين وطالع اكسجين لانه بيكون زياده. وطبعا بيتم حرق درجه حراره عاليه ممكن تعدي 1000 درجه سلسيوس. بنخش بقى في اهم حاجه هو الانرجي جنريشن. هو معظم الانرجي اللي بننتجها من العمليه دي بتكون الكتريكال انرجي، ولكنها مش الطريقه الوحيده، هي مور كومن بس مش الوحيده. بس اللي بيحصل شفنا المعادله اللي فاتت ان في غازات طلع عندنا من نواتج كانت CO2 H2O2. الغازات دي طبعا بتكون عشان في درجات حراره عاليه بتكون فيها هيت انرجي كتير، وبالتالي احنا بناخد الغازات اللي طالعه دي وبندخلها بنمرها على بويلر. بنسخن المويه اللي فيه تتحول لستيم. بناخد الستيم ده نعديه على تيرباين بيهتم فيها تتحول طبعا الهيت لميكانيكال انرجي. التيرباينز بتكون متصله بجنريتورز، وبنتحول الميكانيكال انرجي لالكتريكال انرجي، وده هنستعمل طبعا الكتريكال انرجي. ممكن مثلا نوصل لكهرباء للبيوت او كده، ممكن حتى مثلا لمصنع تاني. تاني استخدام هو مش شائع قوي ولكنه موجود، هي الديستريكت هيتنج. ودي هنا احنا مش بيكون في ولا تيرباين ولا جنريتور، احنا بناخد الستيم اللي طالع من البويلر بنوصله بنتورك اوف بايبس، ممكن نوديها مثلا لمنطقه سكنيه. لو انا قدام منطقه سكنيه مثلا بيكون فيها هيت اكستنجرز، وبننقل الحراره من الستيم اللي طالع من البويلر للهيت سيستم بتاع البيت،
هناك مثلا ممكن يكون في جهاز زي الرادياتور مثلا، ده بقى زي ما شايفين كده في الصوره بيبقى غلاف كده معدني وفي سيريز اوف بايبس بتخش فيه الستيم، وطبعا بينقل الحراره منه لدرجه حراره الغرفه، لان طبعا بيكون الهواء في الغرفه بارد نسبيا بالنسبه ليه، فهي بتنتقل. ده استعمال موجود ولكنه مش شائع. اخر حاجه عندنا هي الايميشنز كنترول والاش ديسبوزل. طبعا قلنا عمليه الاحتراق بيطلع منها غازات كتير، منها مثلا النوكس، سلفر دايكسايد، بارتيكيلات ماتر. لازم طبعا الفاسيلتي اللي هتكون بتعمل الموضوع ده تكون فيها ايميشن كنترول سيستم كويس، لان هي كلها غازات ضاره. وفي عندنا النون كومباستبل ماتيريالز، طبعا احنا بنكون بفصلينها في الاول وبنشيلها، بس ممكن يكون فيه، ودي بينتج عنها الاش اللي في الغالب بيروح لاند فيل او ممكن يستعمل كونستراكشن ماتيريال. هيتكلم بقى اكتر عن الفيروت الامباكت باشمهندس كريم. اها ممكن ممتاز لدرجه ان انا كل اسئله كنت بفكر فيها السلام عليكم. داود على اسمي كريم احمد، هكون معاكم في الانفيرومنتال امباكت اوف انسنريشن. زي اي حاجه في الدنيا ليها بوزيتيف اند نيجاتيف امباكت. حد ممكن يتوقع ايه اول حاجه ممكن تكون الامباكت اوف انسنريشن؟ اير بولوشن، وده منطقي يعني. الانسنريشن بيؤدي الى تصاعد غاز او غازات ضاره زي النيتروجين اوكسيد والسلفر اوكسيدز والدايكسيد. ده بيسبب الى حدوث امراض امطار حمضيه، وطبعا بتاثر على الزراعه، وبرضه امطار وامراض تنفسيه بالنسبه للبنادم. جرين هاوس جازز ايميشن بيؤدي الى صعود غازات الدفيئه زي الكربون دايكسيد وغازات تانية، ودي بيؤدي الى تغير المناخ. ثالث حاجه معانا ويست ريدكشن، ودي بوزيتيف امباكت، ودي بيقلل مساحه الويست اللي معانا اللي هنخزنها او هندفنها في اللاند فيل، وبالتالي بيدينا مساحه اكبر نقدر نخزن فيها المواد الخطره زي الايش الناتج عن الانسنريشن. رابع حاجه معانا التوكسيك ايش. التوكسيك ايش لازم يتم التعامل معاه بطريقه احترافيه اكتر، عشان لو دفناه مش بطريقه كويسه هيؤدي لحدوث تلوث في المياه الجوفيه، وايضا هيؤدي لتلوث التربه. دي حاجه كويسه البوزيتيف امباكت. ودي الخمسه معانا تحول او حرق الويستس، بيؤدي ان احنا نقدر ناخد منها هيت اند الكتريكال انرجي. رابع حاجه او سادس حاجه معانا، ودي حاجه سلبيه يعني، حرق المواد دي بيخسرنا مواد كتير ان احنا نقدر نستفيد بيها في عمليه الريسايكلينج او حتى تحويلها لسمات. والجزء بتاع بروس اند كونس بتاع الباشمهندس. السلام عليكم، انا الحسن عبد المنعم، ان شاء الله هكون معاكم في جزء البروس اند كونس وسجست السوليوشن للعيوب بتاعه الانسنريشن. اول حاجه نبدا بيها هي هتكون المميزات. حد يقدر يقول لي بعد اللي زمان اللي كنت شرحوه ايه ممكن تكون مميزات الانسنريشن؟ بتستخدم في انتاج حاجه مهمه جدا بنستخدمها طول اليوم، ما نقدرش نستغنى عنها، الكهرباء. تمام، الانسنريشن بتستخدم في انتاج الطاقه والكهرباء. من الدول الكتير اللي بتعتمد على الانسنريشن في انتاج الكهرباء هي اليابان والسويد وغيرها من دول اوروبا. السويد بتعتمد عليها بنسبه 20% تقريبا، ماشي، واليابان بتعتمد عليها بنسبه 5%. دي اول حاجه كانت معانا في مميزات. في حاجات ثانيه برضو مهمه نستخدمها في الانسنريشن، حد يقدر يقول لي ايه مميزاتها ثانيه؟ الايه؟ ده اجابه صحيحه، هي فعلا بتقلل الحجم بتاع النفايات، بدل ما كلها تروح للاند فيل فاحنا بنتجه للحرق، وبنستخدم كده ان احنا انتاج الكهرباء، فكده بنقلل برضو من انبعاثات الغازات الدفيئه اللي هي الجرين هاوس ايميشن. بدل ما تروح النفايات ويطلع منها الميثان والسوكس والنوكس وغيرها من الغازات الدفيئه، فاحنا بنتجه ان احنا للحرق وانتاج منها طاقه كهربائيه، فكده بنقلل من الغازات الدفيئه.
دي مميزات مهمه جدا للانسينريشن. دلوقتي هنخش عن العيوب وعن بعض الحلول للعيوب. اول عيب معانا هي انتاج هارمفول بولوتنتس. طبعا الانسينريشن ده طبعا عنها سوكس ونوكس فساد كتير ضرر. حد يقدر يقول لي ممكن ازاي نتغلب عن مشكله زي دي؟ اتفضل. دي اجابه صحيحه برضه. احنا ممكن نستخدم تكنولوجيا حديثه زي السكرابر او الباج هاوسز، دي تساعد في تنقيه الغازات الخارجه من الانسينيشن وتحويلها لحاجه اقل ضررا. وهنا هنشوف شكل، ده شكل السكرابر وده شكل الباج هاوس بيستخدم في المصانع. تمام. برضه ممكن نستخدم فيول انضف شويه بدل الفحم والبترول والحاجات دي، نستخدم الغاز الطبيعي او البايوماس، دي برضه هتقلل انبعاثات الغازات الضاره. نخش على تاني عيب معانا وهي ان هي مكلفه جدا. ان احنا نبني انسينريشن ونجيب عمال ونجيب اصلا ويست والنقل والحركه والحاجات الكلام ده كله، ده مكلف جدا. ايه ممكن يكون حلول للكلام ده؟ هي حاجه اقرب للريسايكل. مش بالظبط، بس هي اقرب حاجه للريسايكل. احنا مش قلنا قبل كده ان الويست بتستخدم في انتاج الكهرباء؟ صح. فاحنا ممكن نجيب الويست دي وننتج منها كهرباء، والفلوس اللي طالعه منها دي نستخدمها برضه في الويست. تبقى ماشيه كده، ان احنا معانا ويست نبيعها نجيب لنا فلوس نعمل منها كهرباء. فدي من الحاجات اللي ممكن نتغلب عليها السعر بتاعها. طب اسمه ايه ده؟ الايه؟ اللي انت لا الويست دي بفلوس. فده يعني تقريبا ريسايكل او تحويل الويست لكهرباء. بس هو الاسم اللي بيسموه اللي هو بيقول عليها الجيت فيه. الايه؟ جيت جيت في جيت في دي معناها ان هو التكلفه بتاعه الويست اللي ان انا اوصلها على الرواتب. فانا لما باجي بتعامل معاه بتعامل مع بتكون مثلا بتوصل لي الزباله بتحاسبني على السعر خالص. ايوه. علشان كده كل المصانع اللي زي كده اللي عندها ميزان بينزل العربيه وهي في الاول داخله معاها زباله وبعد كده يوزنها بعد الزباله. والفرق بين الاثنين بيحسب وزن الزباله. وبيحاسب على السعر بتاع الزباله. يعني انت دلوقتي كدوله. ايوه. هتديني انا كمصنع الزباله اللي انا بعدها لك ديت، انت هتوصلها لي على الباب اسمها دي في. وتدفع كمان مقابل الطن قيمه كسر. فانت في الحاله دي انت دفعت حكومه خلاص من الزباله ودفعت لي فلوس، وانا الفلوس دي خدتها استخدمتها وطلعت لك كهرباء. ايوه. الكهرباء اديتها لك بفلوس وانا خدتها. ده عمليه وديه. فمع التكلفه الكبيره اللي انا بدفعها بتاعت اصلا المصنع. ايوه. كده بيتقال عليها جيم في. فان انا مش بس ان انا سلمت الفلوس. ايوه. كمان اللي هي بدفعها فلوس مقابل الزباله اللي هو بيتقال عليها جيم في. عظيم. كلام جميل. نخش على ثالث عيب برضه معانا وازاي نحله، ان ممكن يكون في الريسايكل بتاعها الانسيليشن مثلا دي مجموعه من الزباله. تمام. ممكن يكون في الزباله دي حاجات ممكن تعملها ريسايكل وتبقى ليها قيمه كويسه. صح كده؟ طب ازاي ممكن نعالج مشكله زي دي؟ مش عارف. بالظبط. ممكن ان احنا نمشيه برضه على سير في مغناطيس، فلو في حاجه مثلا معدنيه في الحاجات دي المغناطيس ده يطلعها، فبعد كده نستخدم الحاجات دي نعملها ريسايكل. ممكن برضه حلول ثانيه. ممكن حد عنده فكره ثانيه نعمل ايه؟ وده برضه حل مهم جدا. بس في دول دلوقتي كتير عملت الحل ان احنا نعمل غرامه على كميه النفايات اللي الناس هتعملها. فمثلا لو في ناس عملت نفايات كتير فالحكومه كده هتغرمهم، فهم بيتجهوا بدل ما يعملوا بقى نفايات كتير يودوها للريسايكل بدل ما يرموها في الزباله وتتجه للحرق. كده الناس بدات تقلل النفايات بتاعتها. دي احد الحلول. وبرضه السورتد ان هي تمشي على سير مثلا يبقى في مغناطيس، دي برضه من الحلول الكويسه جدا. رابع حاجه بقى معانا. اتفضل. كل حاجه معلش بدخل شويه كده. اتفضل. الكلام اللي بتقولوه بيفكرني في حاجات مهمه. تمام. وفعلا الكلام ده كمان بيعملوه ان هو ان دوله بتبيع، يعني دوله انت دلوقتي اي حد مثلا عندك على البيت بتحط بن، البن دي انت بتدفع ثمنها للدوله. اللي هي بي از يسرو. اللي هي البن نفسها اللي بتحط فيها زبالتك للبيت. معدل سحبهم للبن دي وتغطيتها على العربيات تغطيها. انت بتدفع مقابل الاشتراك ده. كل ما زاد المعدل بتاع بيدفع غرامه عليه، كل ما بتدفع فلوس اكتر. فانت اللي هو بيقعد شارجنج عشان انت ممكن انك انت تقلل. بس في حاجه مهمه بقى، موضوع ان هو في ريسايكلز موجوده وايه طب الانسينيريتور. في فرق بين الحاجات بتاعت الحديد ريسايكلز، ودي اصلا المفروض بيبقى الفصل البنز نفسها لما بتتباع
الدول المتقدمه مش زي حالاتنا بيبقى حاطط جزء مخصوص للريسايكل. يعني فانت دايما بتفصل بين واحده فيها ريسايكلز واحده ما فيهاش، سواء امريكا او اوروبا دايما في واحده مخصوصه للريسايكلز واحده اللي هي النون ريسايكل. بعد كده الحاجات بتاعت في بعض الاوقات حاجات البلاستكس اللي هي ممكن تبقى ريسايكل في اوقات كتير قوي في الاستمريتور بيدخلوها ويدخلوا لها لود. يعني ايه؟ يعني اند اب ان عندك حاجات بلاستيك كتير قوي كده في الانسنريتور يدخلوها كلود. ليه؟ لانها ليها هاي كاليفيك فاليو. فهو بيدخلها في ال... انت اللي انت شايفه اللي جايبه ده ده الشكل بتاع مثلا وهي بتحرق قوه. بس هي من غير النار الحجم الحقيقي بتاع الحاجات اللي هو بيبقى سيستم مقفول كده هو بيبقى حاطط ستورج زباله كتير قوي. وجزء من الزباله تلاقيه بينزل حاجات بلاستيك ريسايكلز كتير. ففوق بيبقى زي كباشات زي دي بتبقى كنترول اوتوماتيكلي تلاقيه بياخد الحاجات البلاستيك دي يكبشها ويعملها ميكسنج مع الحاجات التانيه. ليه؟ لانها ليها هاي كاليفيك فاليو. فلما يدخلها في الانسنريتور هو بيضمن انه عايز البلاستيك ده يبقى متوزع افضل ما يمكن مع التغيير بحيث ان هو يعلي الكاليفيك فاليو بتاعت الحاجه اللي بتتحرق. فتطلع الكريستي اكتر. فهو في بعض الاوقات البلاستيك او وضع البلاستيك في الانسنريتور ذس از فيبربل ثينج ودي حاجه لازم تتعمل. وحتى كمان يعني انا كنت مصور فيديو مخصوص لان هو بياخد الحاجات بتاعت البلاستكس اللي بتيجي بياخدها ويقعد يعملها الراجل بتاع الكنترول سيستم مين بياخد الحاجات دي بيقعد ان هو يعمل لها ميكسنج كويس عشان يوزعها عشان تتحرق وتطلع الكريستي اكتر. نخش على رابع حاجه معانا اخر حاجه اللي هي التوكسيك اش برودكشن. في نوع من الاش خصوصا اسمه البوتوم اش. البوتوم اش ده بيستخدم في رصف الطرق بتعمل عليه بعض المعالجات وريسايكلينج بيستخدم في رصف الطرق. طيب عايزين نعرف الابلكيشنز بتاعت الانسيريشن في العالم وفي مصر ومثلا في اليابان في اغلب الدول. ده ان شاء الله يكون الجزء المتبقي مع اخونا محمود عصام. تعالى كل اللي مش هو بقى مع نفسه هو محمود عصام معايا هو هيشرح كل حاجه. طيب هنتكلم ان شاء الله على الابلكيشنز وارقام كده في العالم بشكل عام دول كتيره ومصر طبعا. خلينا نبدا الانسنريشن. طبعا الدول اللي متعلم عليها بالالوان الغامقه دي الديفلوب كونتريز الدول العالم الاول دي اكتر دول المنتشر فيها الصناعه دي بشكل كبير. الولايات المتحده كندا الصين استراليا الاتحاد الاوروبي. الدول اللي بالرمادي شويه اقل شويه طبعا ليفل من الدول دي. والدول اللي باللون الفاتح دي مش منتشر فيها ودي في دول ما فيهاش اصلا الصناعه دي. نبتدي باوروبا. اوروبا واحده من طبعا من اكبر القارات في صناعه في الويست انرجي انسنريشن عموما. وهي بتعالج مشكله فيها انها عدد اللاندفيلز او مكبات النفايات فيها قليله جدا فبتضطر تلجا للانسنريشن بشكل كبير حتى اكبر من الولايات المتحده. ودراسه اتعملت في من اليوروستات سنه 2019 ان اكثر من 16 مليون طن من الويست بيتم حرقه في الاتحاد الاوروبي في السنه دي لوحدها في سنه 2019. اكتر دول مشهوره انها بتستخدم التكنولوجي دي هي المانيا طبعا رائده الصناعه في اوروبا والدول الاسكندنافيه بشكل اكبر من الدول اللي هي في القاره نفسها زي السويد والدنمارك. انا بس عشان في ارقام ده 16 مليون طن من بالنسبه للسولد ويست والانسنريت في الاتحاد الاوروبي. انتوا عارفين منسبل سولت ويست عندنا في مصر قد ايه؟ انتاج السولت ويست؟ المنسبل سولت هو لفظ منسبل سولت ويست ده ليه معنى؟ منسبل سولت ويست دي اسمها ايه؟ بيتقال عليه ايه؟ يعني دلوقتي في منسبل ويست. المنسبل ويست دي اللي هي ايه؟ اللي هو الوسم اللي بتوع اللي هو 10 سنين يعني بس هي مين اللي يقصد بيها المخلفات البلديه اللي هي مخلفات البيوت. اللي هي بتاعتنا بتاعت البيوت مش المخلفات الصناعيه. في الصناعه الاندستريال ويست المنسبل ويست دي اللي هي المخلفات البلديه اللي هي من البيوت. تمام؟ فاحنا عندنا في مصر المنسبل ويست بتاعتنا في مصر كميتها رهيبه كبيره جدا. ايوه هي يعني بتتكلم في حدود 100,000 طن في اليوم 28 مليون
مليون طن يعني 28 مليون طن او اكتر يعني ده داخله في السنه 100000 طن. انت بتتكلم ان الاتحاد الاوروبي كله حرق 16 مليون طن في السنه. فاحنا انتجنا اصلا من نسبه فول ويست يعني اكتر من 40 احنا عدينا 30 مليون طن. وهو دايما بيقول لك في كويشن عشان تحسب عندنا في مصر بيحطوها ان معدل الانسان الواحد بيطلع قد ايه نسبه سوليد ويست في اليوم. الرينج ده بيختلف مكان كام بس احنا في مصر عينين الرينج في حدود نص كيلو جرام للشخص لليوم الواحد. يعني انت تحسب للشخص في السنه يبقى تضرب نص كيلو جرام في 365 في عدد السكان بتاع مصر عشان تطلع الرينج بتاعك. تلاقي رقم يعني طبعا الرقم ده زاد كتير عشان دي كانت من اربع سنين الدراسه دي. اه انا فاهم بس اوروبا كتعداد سكان ما زادش كتير خلال اربع سنين. بس هو هم معدل المخالفات بتاعتهم بياخدوا بالهم شويه من نسبه صوت الويست بشكل احسن مننا شويه. بالظبط بالظبط. بس انا برضه يعني عندي حاجه في حد ده 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 اللي هي ريسايكل بارك سيبك من حد اللي هو انا ماشين دي حاجه ثانيه. انا بتكلم نسبه الريسايكل ديت في مصر عندها حوالي 15% يعني لكن هم مثلا اتحاد اوروبي النسب بتاعت دي بتبقى اعلى شويه. بس انا بس بقول عشان الرقم بتاع 16 مليون طن بيتحرق هناك انسبريتد في الاتحاد الاوروبي كله. احنا ارقامنا اصلا رهيبه. هو ده في سنه واحده بس. هاخد نموذج على بلانت في الاتحاد الاوروبي وهي كوبنهاجن بلانت في كوبنهاجن في الدنمارك. طبعا زي ما شايفين شكلها جميل جدا اللي حضرتك قلت عليه اللي هو تحسها مزار سياحي اصلا مش تعتبر انسينيشن بلانت. واتاسست 2017 زي ما احنا شايفين هي السطح بتاعها واخد شكل اخضر يعني يعني في زراعه فوق عشب كده فوق السطح عشان ال الكربون دايوكسيد. وهي بتبروديوس مش بس الكتريستي هي بتطلع هيت والكتريستي للبيوت والبزنسز المجاوره في الدايره اللي هي فيها في مدينه كوبنهاجن. هي مصممه انها تقدر تستوعب حوالي 400,000 طن من الويست سنويا البلانت دي لوحدها. والتارجت بتاعها اصلا المهندسين وهم بيعملوها كان الهدف بتاعهم انهم يخلوا مدينه كوبنهاجن كاربون نيوترال بحلول سنه 2025. برضو حاجه زياده كده عايز اقولها انها اللي حوالين المبنى ده دي مرايات تقريبا 1100 مرايه عشان ترفلكت المنظر اللي حوالين البلانت. وبرده كمان من انواع الزينه يعني الناس بتعتبرها مزار سياحي وبتروح تتفرج عليها. خش في اليابان انا عايز اقول بس حته شويه بتاعت ان هم يعني ودي كانت حاجه مستغربه ان احنا الحاجات كانت بيبقى شكلها مبهر قوي كده. وحتى في النمسا كان في حاجات لما تجوجل على انسنريتور في النمسا تلاقي قطع من الجمال من البيور مزارات سياحيه البيور بيوتيفول. فيعني بشكل اللي هو ايه يا جماعه البذخ ده ليه بتصرفوا المصارف اللي انتم شايفينها مش انا شايفها كحد ببص اللي هو كحد انجينير بهدفه تقليل الكوست فمش هيصرف كديزاين وشكل معماري بشكل تعبان ده. هو كان السبب بتاعه ان هم اصلا الناس في الاتحاد الاوروبي الناس كانوا رافضين فكره انك تحرق حاجه فانك كانك بتحرق حاجه دي انك بتاذي البيئه. فعلشان هم يقنعوا الشعوب انها تعمل بوكينج خلوه بالشكل ده كده بتدي الكلام دوت عملوا لهم استعانوا بفنانين وخلوهم يدفعوا فلوس كتير قوي للفنانين دول عشان يعملوا الديزاين المعماري الجميل ده بحيث انها تبقى فيفربل للناس لما الناس تشوفها تقول مستحيل المكان دوت يطلع ايميشنز حاجه زي كده. حاجه ثانيه عايز اضيفها ان هو اصلا والناس بتتكلم على بتاعه ان احنا البترول وان احنا بنقلل حاجه ومش عارف ايه والايميشنز اللي بتطلع 90% من صرف الفلوس بتاع الانسنريتورز المصاريف بتاعت 90% او اكتر على معالجه الجازز والايميشنز اللي طالعه بحيث انها تبقى زيرو. فده اصلا تكلفه رهيبه فهم حبوا مع ده ان هو يحط الشكل الجمالي ده وكانوا حتى بيحكوا ان هو كان في زار من حد محافظ بتاع مش عارف محافظ كده وشركه الاهليه ولا ايه ولما فرجوها حاجات شاور لهم على اعلى حاجه وتشيل حاجه كده كان سنة 2010 وقالوا لهم ايوه انا عايز اعمل دي. هما طبعا يعني قالوا لهم ماشي تحت امرك كل حاجه بس هما عارفين الكلام ده مش منطقي لان التكاليف عاليه جدا الجيل فيه بتاعتها بتبقى عاليه.
لان هو بتدفع في البرودكشن على الطن واحد، كانوا بيصرفوا على الطن الواحد لما كانت تعالجه حوالي 200 يورو، يعني 200 يورو، ف 200 يورو دلوقتي اليورو كام؟ 35 جنيه، فضرب في 35 فهيطلع لك بكام؟ 7000 جنيه. 7000 جنيه عشان تعالج طن من الزبالة. كتير جدا. ارميها اسهل. نيجي لليابان. اليابان برضو حبيت اتكلم عنها بعد ما خلصنا الاتحاد الاوروبي. فيها نفس مشكله الاتحاد الاوروبي، ان قله عدد اللاندفيلز، مكبات النفايات فيها، وزياده عن الاتحاد الاوروبي انها كدوله مساحتها اصلا صغيره جدا، حوالي اقل من 380,000 كيلومتر مربع. وهي برضو اليابان فيها ناتشرال ريسورسز قليله نسبيا نسبه للاتحاد الاوروبي والولايات المتحده مثلا. فبتلجأ للانسنريشن، الصناعه طبعا قديمه جدا فيها، والويست انرجي فاسيلتيز بشكل عام بتمثل 10% من كهربه البلد كلها. باشمهندس حسن كان قال ان الانسنريشن لوحده كان 5%، والفاسيلتيز عموما سواء انسنريشن او ميثودز ثانيه بتمثل حوالي 10% من كهربه اليابان كلها بشكل عام. ثانيه واحده عشان كنت هنتكلم مع بعض لحقت نفسي صح؟ معلش تاني بقى. ماشي. هو كان جايب 5% ولا 10%؟ ايوه، الويست انرجي فاسيلتيز بشكل عام سواء انسنريشن او ميثود ستاند، في الريسايكلينج ميثود ثانيه لتوليد، مش ريسايكلينج سوري، ميثود ثانيه لتوليد الكهرباء، بس الانسنريشن كان 5% من كهرباء اليابان كلها. معلش، و10% ده ويست انرجي في اليابان؟ ويست انرجي فاسيلتيز في اليابان 10%، 5% بس انسنريشن. 5% ايه؟ ميثودز ثانيه مش عارف اسامي بالظبط، بس يعني لما عملنا ريسيرش كان طلع خدنا الانسنريشن وباقي الميثود. لا مش حاجه ثانيه. تمام. شايف ان انا يعني اليابان هي من اكثر دول العالم تطورا في الموضوع بتاع الانسنريشن. اه بالظبط. تي ار ال بتاعك 9. لا ايوه. عن اللاندفيلز، عن ال ان هم الانسنريشن ده بديل عنه. حكايه بقى ان هو 10% 5% منهم بس انسنريشن، 5% حاجات ثانيه حضراتكم انتوا الاثنين محتاجين تبريل مي ابروف، لان انا بالنسبه لي الرقم المنطقي ان 10% ده بيمثل انسنريشن. اه هي 10% يعني 5% انسنريشن ده بالنسبه لي مش مقنع. انا كمان تخيلي ان الالكتريست كمان جنريشن من الانسنريشن في اليابان ممكن يكون اكتر من كده. هي برضه الدراسات دي تحت قبل 2020 تقريبا، يعني مش مفيش دراسات حديثه قوي اتعملت. لما عملنا ريسيرش كانت الدراسات كلها 2019 2018. ماشي، ما 2020 قبل كورونا. اه بالظبط. ماشي، 2020 انا عايز اعرف الارقام بتاعي الانسنريشن وترتيب الالكتريستي بتاعت اليابان في 2020 لو ويا كل ويست انرجي دول ايه؟ قول لي انت. الويست انرجي فاسيلتيز انسنريشن وايه تاني؟ بايروسس وايه تاني؟ هيدرو باور ويست انرجي؟ لا مش هيدرو باور. انا روبيك دايجيشن وايه تاني؟ ما هو انا روبيك دايجيشن ده بايولوجيكال اللي هو بايولوجيكال فين؟ ايه تاني؟ تونفاكشن. هو انا ما وصلتش اي حاجه خالص في الحاجات دي. في التوريفاكشن، مش انا منزل التوريفاكشن دايركت؟ مش في ناس زمايلكم عملوا التوريفاكشن؟ مش حد عمل التوريفاكشن؟ لا ما افتكرش. لا اصلا؟ لا مش حد عمل التوريفاكشن؟ طب انا ما شرحتش التوريفاكشن؟ خالص؟ مش متذكر بصراحه. ماشي، فاحنا الويست وانرجي دول هم الاربعه. اه توريفاكشن، بايروسس، انسنريشن. انسنريشن تقريبا النص. البيولوجيكال اللي هي الانسنريشن تقريبا النص، والباقي باقي الميثودز اللي حضرتك بتاعها. حاضر. تمام. انا مش معاك. طيب حابب اذكر نموذج. طب في اليابان
بي اس بلانت. طبعا شكلها جميل جدا، واخده ستايل روسي شويه في البنى. وهي اتاسست سنه 2018. البلانت دي لما تصممت كان الهدف الاساسي بتاعها انها تكونفرت اكبر قدر، اكبر كميه ممكنه من الويست لانرجي مع تقليل الهارمفول ايميشنز بقدر الامكان. فده الهدف الاساسي اللي هم كانوا بيصمموا فيه البلانت. وبس بقت طبعا حاجه من البلانتس الاساسيه في البلد كلها، واحده من اشهر البلانتس في اليابان. طبعا لازم نتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه. الانسينيريشن طبعا فيها صناعه قويه جدا، بس مش زي الاتحاد الاوروبي واليابان طبعا. وهنلاقي ان الستيتس اللي متعلمه بالازرق دي اللي منتشر فيها الانسينيريشن، الستيتس اللي على الايست كوست والويست كوست، كاليفورنيا، فلوريدا، نيويورك، واشنطن، ستيتس في النص شويه، يوتا واوكلاهوما شويه، مش زي طبعا باقي الستيتس دي. في ريبورت طلع من الـ Environmental Protection Agency الـ EPA في أمريكا إن سنة 2019 إن 29 مليون طن من الـ Solid Waste اللي هي الـ Waste اللي حضرتك قلت عليها، الـ Waste المنزلية مش الـ Industrial، تم ترحيلها للـ Waste Energy Facilities أكتر من 29 مليون، وتم إنتاج حوالي 13 مليار كيلو وات أور من الكهرباء. تمام؟ نكمل كلام عن امريكا. ده الكيرف بتاع نسبه الانسينريشن مقارنه بالسوليد ويست بشكل عام. زي ما احنا شايفين الجراف ماشي كده، يعني يعتبر قبل سنه 80 الانسينريشن كان حاجه بسيطه جدا من نسبه الويست بشكل كبير. لما وصلنا سنه 80 حصل سبايك كده مره واحده لغايه ما وصلت لغايه ان 14% من الويست كله بيتم حرقه وتحويله طاقه وكهرباء للاستفاده منه. بعد كده الرقم قل شويه لغايه ما الانفيرمنتال بروتكشن ايجنسي برضو طلعت ريبورت الثاني ان سنه 2018 تقريبا هنا كده وقفت عند 12%. 12% من الويست بيتم بتخش في الانسينريشن بروسيس وبيتم الاستفاده منها في انتاج الكهرباء. بس وبرضو سنه 2018 طلع ريبورت الثاني برضو بيقول ان الكميه اللي بيتم حرقها دي حوالي 27 مليون طن اللي بتترحل للويست انرجي فاسيلتيز. حابب اذكر نموذج على بلانت في الولايات المتحده اللي هي كورانتا هيفرفيل فاسيلتي، مكانها مدينه هيفرفيل في ولايه ماساتشوستس، وهي مصممه انها تقدر تستقبل 1500 طن في اليوم الواحد، وتقدر من الويست المنزليه طبعا، وبتنتج كهرباء تكفي لحوالي تشغيل 25,000 بيت امريكي. طبعا المنزل الامريكي عموما مشهور انه استهلاكه عالي جدا في كل حاجه مش بس الكهرباء، فهي دي لوحدها كافيه انها تنتج حوالي كهرباء تشغل 25,000 بيت امريكي. ركزوا شويه في الرقم بتاع 1500 طن في اليوم. ده الفيت بتاعها. فال 1500 طن ده بتكفي 25,000 برضه في اليوم من الفيد اليومي. هكمل كلام شويه على شركه كوفانتا. عموما شركه كبيره جدا في الولايات المتحده في انتاج الطاقه. هي عندها تكنولوجي غير تكنولوجي الانسينريشن، هي عندها تكنولوجي انها بتريكفر الميتال فروم اش. دي موجوده في شركه كوفانتا، وطبعا شركه كبيره جدا عندها مالتيبل يونتس حوالين القاره البلد كلها امريكا. الحته دي مهمه قوي، لان هو لما في الانسينريشن مش بيدخل اللي هو الماجنت. مين اللي كان عنده ماجنت؟ الحسن. لو اي بيقول لك ان هو بيدخل ماجنتس عشان متاكد ان مفيش حديد مفيش بتاع داخل جوه. لا، هو احنا الماجنت بيعدي على الاش، لانك دلوقتي لو عندك حاجه متر وحاجات كده درجات الحراره دي غير كافيه انها تعمل لها متر اصلا. درجه حراره الانفجار بتاع الحديد بتبقى في حدود 1400 درجه او 1500 درجه، وانت شغال من 800 ومن 850 ل 1200. فالكلام ده غير كافي ان هو يحصل لك، وانت بتقلل الفوليوم باي 90%.
ميتال ريكفري. ريكفري الميتال من القش. انك تعدي بقى القش الخارج ده تعديه على الماجنتس. فوقتها تقدر تطلع الميتالز بتاعتك بسهوله. وهو ده اللي بيعملوه اصلا في الحلل. زي ما قلنا الميتال ريكفري كان قش. فشركة كوفانتا كنت بقول شركة كبيرة جدا طبعا في انتاج الطاقة، عندها اكتر من انسينيريشن يونت في حوالين الولايات المتحدة كلها، وتعتبر من اكبر شركات انتاج الطاقة في العالم كله. نتكلم عن مصر. انسينيريشن شوية ابليكيشنز في مصر. الانسينيريشن بشكل عموما ككونسبت هو يعتبر نسبيا جديد في مصر مقارنة بطبعا الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة، اليابان، انجلترا. فهو يعتبر نسبيا جديد شويه بالنسبه للدول دي. عندنا الانتجريتد ويست مانجمنت فاسيليتي الاي دبليو ام اف في القاهره، دي تم انشاءها سنه 2018، وهي استيعابها اليومي بيوصل ل 6000 طن من ال 6000 طن الاستيعاب اليومي. دي بلد شغاله؟ اه اول ما اسمعها موجودة الاي شغالة سنة 2018. استيعاب اليومي 6000 طن من ال القاهرة. ايوه فين؟ انا مش عارف مكانها بالظبط، بس هو في الريسيرش كان في القاهرة. مفيش حاجة كده مش عارف بصراحة، بس هو 6000 طن وانتاجها حوالي 1000 ميجا وات اور من الكهرباء. ثانية واحدة. أنت بتقول إن دي شغالة. لا مش شغالة. أنا معرفش حاجة. لو شغالة قول لي فين؟ اللوكيشن بتاعها ممكن تزورها. ماشي. أنا ما سمعتش على حاجة كده. في حاجات؟ أوكي كمل طيب أحكي لك. تمام. طيب نموذج تاني ألكسندريا ويست إنرجي بلانت موجودة البروسيس بتاعها حوالي 1000 طن في اليوم، وتأسيس سنة 2015 من شركة ألكسندريا إنفيرمنتال كومباني. طبعا أرقامها صغيرة جدا بالنسبة للبلانس اللي اتكلمنا عنها في الحلقة. وده بيطلع إلكتريستي؟ بيطلع إلكتريستي بس مش كاتب رقم معين. طب وده إنسينيريشن؟ إنسينيريشن، دي إنسينيريشن بلانت في اسكندرية. الفيد بتاعها 1000 طن يومي. وعرفني فين برضه. مش برضه فين بالظبط مش اسكندريه مش عارف، بس يعني انت دلوقتي لما جبت حاجه كانت حاطه صور ليها هنا هي دي. ايوه طب فين؟ موجوده حاجه زي كده. اه 1000 طن في اليوم ده على فكره يا جماعه ده رقم كبير جدا. المفروض هي دي، ده المبنى الاساسي بتاعها في اسكندريه اللي عملتها شركه ألكسندريا إنفيرمنتال كومباني سنه 2015. ده كمان من زمان موجودة بقى لها أكتر من تخلف 8 سنين. بس هنتكلم على المستقبل بتاع الانسينيريشن في مصر شوية. كنت حابب بس أعرف قبل ما أشرح الانفيرمنتال كومباني قبل ما أشرح الجراف ده، كنت حابب أسأل حد كده يقول لي إنتاج مصر للويست قد إيه في اليوم كمية؟ كويس. في اليوم الواحد حد يقول الرقم مثلا 100000 طن مكتوب هنا مصر. كان في سنه 2020 انتاج مصر للسوليد ويست حوالي من 40 ل 60000 طن في اليوم الواحد. دلوقتي وصل لحوالي 100000 طن في اليوم. وطبعا اغلب الويست ده بيند اب في اللاند فيلز وما بنستفدش منه، بيبقى بولي مانج. 100000 طن ده يعني ايه؟ 100000 طن يعني 100 مليون كيلو. 100 مليون كيلو ده كانت عددنا كام؟ 100 مليون. 100 فهو الرينج ده كده مثلا ان هو 1 كيلو جرام في اليوم. بكل واحد ده نسبه عاليه يعني هو طبيعي يبقى في رينج في افريج في النص. بس طبعا كل ما مستوى المعيشه بيزيد كل لما الرينج بيزيد. فيعني مثلا لوستس كتير هو صعب. والرقم ده كان اقل اصلا بكتير، كان من 40 ل 60000 من 3 سنين بالظبط. فهو في 3 سنين زاد تقريبا الثلث حوالي وصل ل 100000. فالجراف ده بيشرح ايه نسبه الرقم ده بتاع مصر ده سنه كام؟
مش مذكور السنه بالظبط، بس في الريسيرش كان سنه 2020 من 40 ل 60، فده غالبا يا اما 2022 يا 23 الرقم ده. هو الرقم ده تحديدا انا اقف معاك شويتين عشان ما عنديش الرقم. تمام. وعايزك تقول لي الرقم ده انت جايبه منين؟ انا الارقام لما بجيبها من الارقام اللي بتطلعها وزاره البيئه في التقارير بتاعتها. تقارير وزاره البيئه ما بتبقاش كل سنه. يعني هو اخر حاجه كنا عاملينها مثلا بتاعت 2018 كانوا عاملين دراسه كويسه قوي وبتاع، المفروض ان هم يطلعوا حاجه في 2023. ممكن يكون الرقم ده من 2023 بس انت لازم ما دام جايب رقم تقول لي انت جايبه منين؟ تمام. مش في جوجل. يعني وزاره البيئه بتيجي تطلع الارقام وتطلع احنا طلعنا كام مخلفات، فانت الرقم ده لازم تجيب انت جايبه منين؟ تمام. ويز ريسورس. بالاضافه طبعا للمصنعين اللي احنا يعني ايوه اللي انا هو مصنع هو موجودين او في ريسورس. هم مبنيين وشغالين. انا ممكن اعترض، انا اعتراضي ان هم ممكن هيئه علم مش هو في السنين لو جبنا السنين فا الاي ده معمول من 2018 وانا ما سمعتش عنه. انا لفيت على فكره على اماكن كتير بتاعت المخلفات. يعني انا كان دي شغلانتي ان انا بلف على اماكن بتاعت مصانع المخلفات، فعشان كده موضوع ان هم 6000 طن في اليوم ده رقم ضخم جدا. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا مصر مضت علشان احنا عندنا اصلا مشاكل بتاعت المخلفات صفرا. فمصر كل اللي عملته ان احنا عملوا 8 تحالفات كبيره مع شركات اجنبيه ان هم ياخدوا زباله اليوم يحولوها من ويست انرجي باي انسنريشن. ما كانش موجود قبل كده. الانسنريشن اللي كان بيحصل قبل كده كسكيل صغير كان موجود مني في المستشفيات اللي هي المحارب بتاعت المستشفيات الصغيره. لا بيحرقها بس عشان يتخلص من حاجات بس المستشفيات. الثمان تحالفات دول كل واحد فيهم هيئه الكهرباء بياخد فيه فريش ال 2000 طن يوم. يعني انت الرقم اللي بتقوله ده 6000 طن يوم، انت كده بتتكلم ان هو كان ثلاث اضعاف الرقم اللي عندي. واربع اضعاف الرقم الكبير بتاع امريكا. مش انت كنت قايل من امريكا 27 انت اللي كنت قايل صح؟ لا دي بلانت واحده وتعتبر بلانت صغيره. مش من البلاستيك كبير. ماشي كده. بس مثلا الارقام انا مثلا البلانت اللي كان ضخم وشفته في النمسا كان في حدود 1600 طن في يوم. 1600 طن كان عملاق قوي. يعني عملاق جدا. كان 1600 مصر الثمان تحالفات اللي هيتعملوا دول هيتعملوا في حتت مختلفه كل واحد فيهم في رينج 2000 طن يوم. ومنهم اللي هو الواحد اللي هو هيبقى موجود في دهشور. دهشور ده منهم شركه امريكي هي التكنولوجي بروفايدر ومعاهم كيمونكس. يعني كيمونكس داخلين في تحالف التعليم وكلهم اضمنوا اجريمنت كلها اتمضت مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه. فالثمان تحالفات دي حاجات ضخمه وجايبين انفستمنتس عشان يعملوا حاجات. منهم واحد 15 مايل بتاع 15 مايل ده زمايلكم بتوع سنه ثالثه لو كانوا السنه اللي فاتت في سنه ثانيه عملوا زيارة في الإجازة بتاعة الصيف للوكيشن ده. اللوكيشن الأرض فاضية لسه هتتسلم عشان تتبني. فهي الزيارة اللي تمت علشان الأرض دي كان بيتم فيها معدل المخلفات. الأرض دي هي دي اللي هتتحول إنها تبقى المصنع بتاع ويستو إنرجي واحد من ثمانية. ففي واحد من ثمانية في 15 مايو وفي مش عارف دهشور وفي في ثمان حتت ودوروا عليهم في الأخبار هتلاقوا ان كل واحده فيهم متحدده كمكان من الاماكن وباسامي الشركاء الصناعيين اللي هي داخلين معاها. اوكي ماشي تمام. فاتكلمنا عن البلانت في اسكندريه وقلنا الارقام بتاعتها وقلنا برضو الانتاج اليومي لمصر من المخلفات حوالي 100,000 طن وده الكلام ده اخر تحديث 2023. نيجي بقى للجراف ده النسبة بتاعة الانسنريشن الكونفرجن من الويست في مصر لإنرجي. سنة 2015 كان حوالي 20%. بعد سنة 2020 حوالي 5 سنين الرقم ده ضاعف وصل لـ 40%. ده بوتنشال مش الوضع الحالي. لا ده سنة 2020. تمام. بوتنشال ان هو ويست تو انرجي ولا ده ويست تو انرجي؟ بوتنشال سوري بوتنشال ويست تو انرجي. لان احنا ما فيش خالص. صح صح.
potential waste to energy. متوقع سنة 2030 يوصل لغاية 80% potential. وزي التيم اللي قبل كده ده لسه زمايلكم بتوع باريس اجريمنت بيقولوا 20% ريسايكلينج. ده 20% يعني سنة 2030 ده بقى 80% يعني بقيت ال بقيت ال 100% يعني 80% ويست انرجي 20% ريسايكلينج. حاجة جميلة قوي. نتمنى طبعا ده البوتنشال يعني اللي هنشتغل عليه يعني ان شاء الله في ال 10 سنين الجايه. ماشي. ف وبس شكرا. هو انا صراحه شكرا جدا ليكم. في يعني كم حاجه كده سريعه كمان عايز اضيفها كل الراجل اللي انا عماله بايدي ده. بس اللي عايز اقوله ان في محرك رئيسي للمصانع اللي هي الثمان مصانع بتوع اللي هي الويست انرجي. ايه المحرك الرئيسي بتاعهم؟ المحرك الرئيسي بتاعهم ان مصر في اخر سنه 2019 اخر 2019 عملوا تعريفه اسمها اللي هي بيتقال عليها انها فيد ان تارف. الفيد ان تارف ديت ان هو وزاره الكهرباء الطاقه المتجدده في مصر بتقول ان الحد اللي هينتين كهرباء من رينيوبل سورس هحاسبه على سعر الكهرباء كيلو وات اور بمبلغ كذا. المبلغ ده قيمته قليله جدا الحاجات بتاعه السولر وحطوا قيمته عاليه جدا اللي هي تقريبا 1.6 جنيه لكل كيلو وات اور هو تقريبا نفس سعر الكهرباء بتاعت البيت للحاجات بتاعت اللي طالعه من الويست اللي هي طالعه من الويست جايه من ايه؟ جايه من لاند فيلز. يعني اللاند فيلز ساعات بتطلع جاز فلما يطلع الجاز من اللاند فيلز ده الجاز ده يطلع كهرباء فالكهرباء ديت تديها لوزاره الكهرباء تحاسبك عليها بسعر 1.6 جنيه لكل كيلو وات اور. يعني انت دلوقتي عندك لاند فيلز انا دلوقتي واحد مسؤول عن لاند فيلز طلعت منه غاز بيطلع منه بيجمع غاز فالغاز ده لما بحرقه بيطلع كهرباء. وزاره الكهرباء بتتعهد سنه 2019 ان الكهرباء اللي طالعه عندك دي انت هتستخدم جزء منها هيبقى منها كهرباء زياده. الزياده بتاعتك وزاره الكهرباء هتوصل لك خطوط وتحسب الكهرباء اللي مطلعها دي وتدفع لك فلوس مقابل الكهرباء دي. نفس الفلوس اللي انت كنت بتدفعها لوزاره الكهرباء مقابل استهلاك الكهرباء. ده التعامل اللي هو بتاع الطرف او الفيد ان تارف. الفيد ان تارف ده في السولر رقم اهبل جدا يعني رقم حوالي 40 قرش كيلو وات او 50 قرش حاجه اقل من كده. 1.6 جنيه لكل كيلو وات اور ده السعر اللي اعلنوا عنه لايه؟ الحاجات بتاعت الانفل وكمان الحاجات بتاعت الانسيميليشن. انا ما اظنش ان الرقم ده المهم يعني فعايز اقول لكم ان علشان تبقى حاجه ليها مربحه لازم تطلع كهرباء كتير والكهرباء كتير دي ما تطلعش غير من الانسنريشن بلاتس. فعلشان كده ده كان المحفز للشركات والتحالفات انها تدخل وتعمل 8 مصانع في مصر. ليه؟ ان هو هيعمل المصنع ده هيطلع كهرباء كبيره والدوله هتديله الويست وهتدفع الدوله اللي هي جيت فيز بتاعه الويست على المصنع عندي. يبقى انا عندي المصنع هبنيه انت كدوله وبلديه هتوصل لي الزباله لحد البيت وهتدفع فلوس على الزباله وانا هولد منها الكهرباء والكهرباء اللي هطلعها هديها لك وتدفع لي فلوس على الكهرباء. فهمت؟ انا اللي هعمل مصنع هو وهدخل معاه ناس من مصر بس انا مين اللي هو التكنولوجي بروفايدر ده هو مين التكنولوجي بروفايدر ده اللي هو انا اللي هو الشركه الاجنبيه ومعاه حبه بقى في مصر كده عشان يعني كانهم بيتعلموا. تمام؟ طيب فده اللي حرك ان الشركات او الثمان محركات يعملوا. حلو الكلام؟ المفروض لحد هنا كلام كويس. الحاجه بقى الناس لازم تعرفها ان الشركات دي لما دخلت دفعوا فلوس تامينات بمبالغ رهيبه
عشان يحسبوا سعر الجنيه والدولار وقتها ويثبتوا السعر ده بالدولار وقتها. بالظبط. ليه؟ هما دفعوا مبالغ تأمين بحيث ان هما يثبتوا السعر ده. ليه؟ عشان ما يحصلوش اللي حصل دلوقتي. فاللي حصل دلوقتي ده لا يعاقبهم في الصناعه بتاعتهم. هما كده كده خلاص هما مثبتين السعر. لا وزاره الكهرباء مالهاش دعوه بوزاره الكهرباء جدا. فانا عايز اقول لكم ده حاجه ثانيه مهمه قوي ان في الانسينيريشن الحاجات انها بتقلل الفوليوم. انت بتقلل الفوليوم ب 90%. فانت مثلا سي لو عندك 100 طن واخدين ال 100 طن بيتحولوا مثلا الفوليوم بتاعهم ل 10 طن. انت بتقللهم ب 90% الفوليوم الناس. طيب ده بيسموا ايه؟ الميزه الرئيسيه ان اللاند فيل اللي انت بتحط فيها بعد كده الزباله تاخد 10 اضعاف الزمن اللي محتاجاه عشان تتمد. ايه فكره اللاند فيل؟ هو عباره عن ارض محفوره ومتبطنه خرسانه وبتملى الارض دي طبقه بطبقه تقعد كل شويه تملاها وليها حجم معين. اللاند فيل ليها حجم معين بعد ما توصل للحجم بتاعها بيتقفل اللاند فيل وخلاص اتحط فيه جناين والدنيا تمام والدنيا تكمل. فانت كده بتزود جدا اللايف سبان. واللايف سبان عندنا مثلا في اللاند فيل في مصر تبقى اللايف سبان بتاعتهم 6 سنين يعني 7 سنين كتر خير الدنيا. بعد كده هو خلاص بيتمل لانك انت بتودي له حاجات فبيتمل. عايز اقول لكم اللايف سبان اللي شفتها الحاجات بتاعت السنوات اللاند فيلز من هناك في نمسا هو لسه هيتملي هينتهي ويتملي على سنه 2040. كل ده بسبب الانسنريشن لان هو مش اللي هو بقى وهو شغال من امتى من 2000 هو بيقعد قاعد 40 سنه 40 سنه بدل ما بيتبني مثلا في 4 سنين عندك 5 سنين هيقعد 40 سنه ليه؟ احسبها في 4 سنين هيبنى فوليوم معين هو قللهم بنسبه 90% فاضعف 10 فبدل ما 4 هيقعد 40 هو نفس الكميات ونفس كل حاجه ودي اغلى حاجه واقيم حاجه لان هو اللاند فيل بتاعه ما هوش محتاج هو ما عندوش مساحات وكمان توفير كوست رهيبه اللاند فيل ده بيتكلف تكاليف رهيبه بالخرسانه بالسيستم بتاع المونيتورنج بكل الكلام ده كله فكل ده بيخلي الانسينيشن حاجه ممتازه جدا وعشان كده اصلا اليابان بتركز في الانسينيشن ان اصلا ما عندهاش مساحات بس كده انا رغيت معاك كفايه وشكرا لك شكرا.